دكتور رضا محمد رئيس الحملة القومية للقمح ومدير المحاصيل في مركز البحوث الزراعية. دكتور رضا اهلا بيك يا فندم منورنا. اهلا وسهلا ابراهيم بيه، تحياتي لحضرتك والاستاذنا الفاضل دكتور اسماعيل والساده المشاهدين. حضرتك كنت موجود في يوم علوم القمح يا فندم. يا فندم ليا شرف ان كنت موجود موصلا عن وزاره الزراعه والوزير، والوزير الزراعه معالي وزير الزراعه كان حريص ان هو يكون متواجد في هذا الحفل. اسمعنا دكتور اسماعيل ان وزاره الزراعه طبعا ما كانتش موجوده فيما عدا حضرتك، لولا ارتباطه انه كان حريص بالفعل ان هو كان يكون يحضر ويشارك في هذا المنتدى او المؤتمر اللي كان خاص بالاكاديميه اللي تحت رعايه الاكاديميه، لولا انه كان مرتبط بارتباط مفاجئ فكنت موصل له من خلال وزاره الزراعه. عظيم. وخلاصه المؤتمر كما يرى بقى مسؤول من مسؤول وزاره الزراعه. بس سعادتك بس صبرين بيه في عجاله سريعه بس لرد على بعض النقاط. اتفضل اسماعيل. سعادتك اتفضل. مبدئيا بس عشان نكون واضح، طبعا كانت المشاركه عشان نقدر نوع ان نستعرض الاول، كانت المشاركه كانت على مستوى طبعا وزاره الزراعه ممثله في شخصي مندوبا نائبا عن الوزير. عظيم. دي حاجه رقم واحد. رقم اثنين كان المشاركه من خلال الوزاره كانت ممثله في خبراء من ممثله من معهد المحاصيل او مركز البحوث الزراعيه كمحاضرين في المؤتمر، وكذلك مشاركين منصتيين ومشاركين في المناقشات العلميه اللي كانت موجوده في المنتدى او المؤتمر اللي كان موجود. فكان لنا مشاركه في هذا المؤتمر، دي حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا دي احنا لنا سياسه، وانا استعرضت السياسه بتاعت الوزاره من خلال البرزنتيشن اللي احنا او الكلمه اللي انا عملتها، وكان الحمد لله احنا وصلنا لما عشان نقدر نفرق او نقدر نعرف حجم الانجاز اللي حصل في من خلال وزاره الزراعه خاصه في المحاصيل الاستراتيجيه وعلى راسهم طبعا القمح، لان فخامه الرئيس متولي وبيولي اهتمام غير طبيعي في المحاصيل الاستراتيجيه وخاصه القمح في ظل التحديات اللي موجوده من كورونا ومتغيرات مناخيه واخير الحرب الروسيه والاوكرانيه، فكان لابد من الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجيه وعلى راسهم طبعا القمح. القمح يا فندم فعمل ايه يا فندم؟ الجهود اللي حضرتك عرضتها للوزاره. هقول لسعادتك طبعا. اتفضل. طبعا انت عشان تقدر توصل، لان الحمد لله احنا بنشتغل باستراتيجيه، ان احنا بنتكلم في استراتيجيه 2025 2030، الهدف منها ان انا اوصل في 2025 ناخد من 60% من احتياجاتنا، 2030 اوصل ل 70%. ازاي ده الكلام ده يتم؟ من خلال ثلاث محاور احنا استعرضناهم. محور التنميه الافقي اللي احنا زي الدكتور اسامه بيتكلم كده، بان احنا بنزود المساحات بالتبعيه من خلال السنه اللي فاتت 3.4 مليون و650 الف، بزياده 250 الف ده على السنه اللي قبلها. المتوسط السنه دي ان شاء الله يوصل 4 مليون. ده المحور الافقي. ده المحور التنميه الافقي. هنيجي نتكلم على تعظيم الانتاجيه. هل ما الدكتور اسماعيل بس بيتكلم على ان احنا في فرق بين متوسط عام ومتوسط الحقول الارشاديه وقدره انتاجيه. احنا بنتكلم على متوسط العام 20 أردب، انت عندك قدره انتاجيه بالنسبه للاصناف المحليه بتاعتنا انت رقم واحد في الانتاجيه الفدان على مستوى القمح الربيع على مستوى العالم في الانتاجيه. انت رقم واحد في الانتاجيه. 20 أردب هو رقم واحد في العالم؟ رقم واحد في القمح الربيعي. انت رقم واحد على مستوى العالم في الانتاجيه. وده ده طبعا مين بيزرع معانا قمح ربيعي يا دكتور؟ نعم يا فندم. مين بيزرع معانا قمح ربيعي؟ عندك منطقه مثلا زي ايران زي سوريا في مناطق بتزرع قمح ربيعي زيك. انما القمح الشتوي ده موجود في اوروبا وفي روسيا وفي اوكرانيا، ده قمح شتوي. ومع ذلك انت رقم 6 ما تشكم 15 على مستوى الاقماح، على مستوى الاقماح العالميه كلها قمح شتوي وربيعي، فانت رقم 6. كويس يا فندم؟ فانت النهارده عشان تقدر توصل للاستراتيجيه اللي انت مطبقها 2025 2030 ديت، انت الحمد لله يمكن بيكلف الدوله ميزانيه ضخمه عشان توصل وتوسع في مساحات جديده، وده موجود الحمد لله في مستقبل مصر، موجوده في توشكا، موجوده في شارع عوينات، موجوده الحمد لله بتزود مساحات كبيره. الحقول الاسترشاديه ولا دي الحاجه الثانيه عشان تعظم الانتاجيه، ده بيتم من خلال استنباط اصناف ومن خلال الحملات القوميه اللي انتشرت في جميع قرى مصر من خلال حقول ارشاديه. حقول ارشاديه. هل بس نقدر نقول حقول ارشاديه مساحتها كام؟ من 4 مليون؟ هقول لسعادتك، هتكلم حضرتك. الحقول الارشاديه ما يقلش عن فدان وبيزيد، ممكن يوصل لتجمعات ارشاديه نظرا للمحيزات اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت صغيره، فبنعمل تجمعات ارشاديه من الحيزات الصغيره توصل ل 20 فدان. المفروض ان احنا بنمارس في هذه الحقول الارشاديه في الممارسات الزراعيه والتوصيات الفنيه المصاحبه لاستنباط الاصناف الجديده اللي لديها القدره عشان نقدر نوصل ونعلم من الساده المزارعين والمرشدين ازاي يقدر يوصل الانتاج العالي ونوصل للقدره الانتاجيه بتاعتنا. المتوسط اللي وصل فيه لحد السنه اللي فاتت كان وصل فيه حفل عاملينه عشان نكرم مزارعين جايبين 30 أردب بالفدان، معالي وزير الزراعه كرم الناس المزارعين
جايبين 30 ارداب من الفتاة. هو السؤال ايه؟ السؤال بقى عايز دكتور رضا معلش استحمل لي دقيقة ثانية. السؤال الحق الاسترشادي ده اللي هو قد يكون فدان او اكتر او 10 فدانين زي ما بتقول ليه لا تعمم هذه التجربة على بقية الاربع مليون فدان؟ يعني هقول استرشادية مجملها كلها يجي 100 فدان 200 فدان. لا يا فندم ازاي؟ انت حد السنة فاتت كان 3500 حقل ارشادي بما لا يقل مساحة الاقل الحقل ده غير الفدان. السنة دي يا فندم عاملين 7000 حقل ارشادي وده برضه اللي هو مجمله كام فدان يا فندم؟ نعم يا فندم الحقل ما يقلش عن فدان. ما يقلش عن فدان. 7000 حقل وتجميع ارشادية بمعنى ان كل قرية موجود فيها حقل او تجمع ارشادية. ممتاز. بيتم فيها الممارسات الزراعية والتوصيات الفنية المتحضرة للأصناف الجديدة. انتاجية بعضها وصل ل30 ارداب. وكرمنا فيها بعض المزارعين في جميع محافظات مصر جايبين 30 ارداب اللي هي القدرة الانتاجية للأصناف بتاعتنا. ممتاز. كويس؟ ايه المشكله دي في اسماعيل دلوقتي؟ نعم يعني عندنا كمان احنا بنتكلم على الاسعار. هو على فكره على فكره على فكره هو دكتور رضا يبدو ما استوعبش اللي انا قلته. انا مقدر تماما مركز البحوث الزراعيه في كم من الخبراء والباحثين المتميزين اللي احنا بنقول ان لابد ان يمنحوا الفرصة للابداع والابتكار، وهذا الابداع والابتكار لن يكون الا يعني انا 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 مثلا هقول لحضرتك حاجة. الدكتور رضا شرف قال المحاضرة وخرج لم يتاح حتى ان احنا نسأله ونستفسر منه. هدي لك على النقيض. طب هو موجود معانا على النقيض. اساله يا فندم. ما انا بقول لك عليه ان هو لا هو انا المؤتمر كله المؤتمر شارك فيه خبراء كان يحب جدا الناس اللي في الهند، الناس اللي في امريكا، الناس اللي حضروا في الفاو قد يطرحوا سؤال. انا هدي لك بقى ان وزير التموين بعت مساعد اول وزير التموين الدكتور ابراهيم حضر اليومين وأجاب على جميع الأسئلة، ومش عاوز أقول لك كم الأسئلة اللي احنا حصلناها. طب خليني أروح إلى النقطة الرئيسية اللي بيطرحها دكتور إسماعيل وأقولها بشكل مباشر. دكتور رضا، دكتور إسماعيل وكأنه يعتقد أن وزارة الزراعة لم تكن معنية بهذا المؤتمر لأنه ليس تحت رعايتها ولا ضمن اختصاصها، فبدأ إنها أقل اهتماما بما فيه إنه ممثل وزير الزراعة اللي هو سيادتك، يعني مجرد قدمت المحاضرة وانصرفت من المؤتمر. هل هذا الكلام كيف ترد عليه علشان نبقى يعني مباشرين على طول كده؟ بص يا فندم اتفضل. ابراهيم ليه؟ البهندس سعادتك المعالي الوزير كان حريص ان هو يكون متواجد لولا ان هو مرتبط بقضايا اخرى او مرتبط باجتماعات اخرى لا تقل اهميه عن ان هيتواجدوا في هذا المؤتمر. عظيم. ولكن احنا لنا خبراء، مجموعه خبراء مميزين كانوا حاضرين في المؤتمر نفسه. يعني حضرتك بتنفي عدم اهتمامه خلال المحاضرات دي؟ اسمح لي يا دكتور رضا، انا وحجم الانجاز اللي حصل في ملف القمح بالذات. حضرتك دكتور رضا لازم دكتور رضا حضرتك بتنفي عدم الاهتمام وبتقول احنا كنا مهتمين وانا حضرت ممثلا عن السيد الوزير، ثم هناك علماء وخبراء من وزارة الزراعة كانوا موجودين ومشاركين بالمحاضرة او بالمشاركة. لكن هل وصل لكم بقى في الخلاصة اخر الاوراق التي قدمت في هذا المؤتمر؟ هل اضاف اليكم شيء من الاوراق اللي قدمت سواء من الخبراء المصريين او العالمين اللي حضروا؟ اكيد يا فندم التجارب بتاعت الدول دي بتكون محط الاهتمام بتاعنا لان التوصيات دي المفروض انها بتوصل لعندنا، وبنعمل دايما اجتماعات دايما للوزير بيبقى في اجتماعات بشكل دائم لكل ما هو الحمد لله احنا موقفنا قوي جدا. كل ما هنالك النهارده انت عايز تعمل حتى هنفرض ان انت عايز تعمل اكتفاء ذاتي السنه الجايه وارد. انت حل من الممكن النهارده عندك 6 7 مليون فدان ممكن تزرعهم كلهم عشان تقدر تعمل اكتفاء ذاتي من القمح وتفقد الميزه النسبيه لبعض المحاصيل لتقل اهميه عن القمح وليكن مثلا بس احنا بنتكلم على زياده الانتاجيه مش على زياده المساحه. انا الحمد لله احنا عاملين انجاز ما حصلش من سنين طويله بالنسبه لملف القمح بالذات. لما يبقى على مستوى تعظيم الانتاجيه وتوصل للقدره الانتاجيه لاصنافك اللي هي بتعتبر رقم واحد على مستوى العالم، طب الحمد لله عملنا انجاز ما حصلش من تاريخ. يعني بتقول انه ما تم في بدايه التسعينات اسماء بس اوضح لساعتك بس في بدايه التسعينات ابراهيم بي كانت مصر بتزرع بصنف واحد، حاليا انت عندك ما لا يقل عن 20 صنف قمح بريد وديورا، قمح خبز وقمح مكرونه.
عندها قدره انتاجيه الحمد لله بنفترض لها من خلال تعظيم الانتاجيه من خلال حملات الحملات القوميه. فاحنا الحمد لله موقفنا قوي جدا، وكل سنه بيحصل عندنا الحمد لله مستهدف. السنه اللي فاتت كانت 3.6500 في 3.6، السنه دي مستهدف 4 مليون فدان عشان يجيب لنا 12 مليون طن، ونكسر حاجز ال 50% في ظل عدد سكان بيتزايد بشكل غير طبيعي، بيقابلوا زياده مساحه من الارض لا يعني مش مناسبه باي حامل الاحوال من سين قبل كده. 3-4 سنين ورا بعض الحمد لله وصلنا لنسبه مرضيه جدا ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده. شكرا جدا دكتور رضا محمد رئيس الحمله القوميه للقمح، ويعبر عن رضا وزاره الزراعه عن جهدها.